الحمد لله نحمده ونستغيثه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتحدث عن قراءة المستقبل، وهو الموضوع الذي اختاره الشيخ عصام حفظه الله لهذه الليلة. الولع بالمستقبل فطرة إنسانية، الإنسان بطبيعته عنده تساؤل عما الذي يمكن أن يحدث، سواء على صعيد الفرد أو الأسرة أو الدولة أو الأمة. ولذلك حتى في جاهليتهم تجد الناس يلتمسون المستقبل، وأحياناً تؤول بهم الأمور إلى مستوى غريب. فالناس عادةً إذا أرادوا يضربوا المثل في البلادة ضربوا المثل بالحمار. آل الأمر ببعض الناس، وهذا كانت أمي رحمها الله تحدثني عنه، إنه كانوا بنات يذهبون لجمع الحشائش في الصحراء، وكل واحدة ما تدري وين بتعيش، من سيتزوجها، وفي أي قرية سوف تعيش. فكان من عادتهم أنها تركب الحمار وتقول له: يا أبا الهادي وين بلادي، يا أبا الهادي وين بلادي، وتتركه على شأنه. فحيثما اتجه بها اعتقدت أنها سوف تخطب وتزوج هناك. فكيف الإنسان اللي عنده تفكير وعقل ونضج وفهم وقياس يقول به الأمر في بعض الأحيان والغفلة إلى مثل هذه الأنماط. الرؤية على سبيل المثال، كل الناس مولعون بالرؤية إلى حد كبير، وجزء من حديث الناس، بل في مجال الإعلام أكثر البرامج التلفزيونية استقطاباً هي برامج الرؤية، ولو كانت مقابل مادي، لو كان الاتصال مقابل مادي تجد اندفاعاً من الناس غريباً في السؤال عن الرؤى. والإنسان في الليلة الواحدة قد يرى عدداً كبيراً من الرؤى، فيذهب للعابر أو المعبر ويسأله عنها، وقد تكون هذه الرؤى من أضغاث الأحلام، وقد تكون من حديث النفس، وقد تكون مما يراه الناس كلهم في المنام، وقد تكون بسبب كدر نفسي. مثل البنات عادةً ترى مثلاً حشرات في الرؤية، إذا هذا معناه عندها تعب نفسي ليس أكثر، مضايقة ليس غير، ولكن هي تعتقد أن هناك شيء ما يمكن معمول لها، عمل أو سحر أو في حاجة من هالقبيل. والمعبر أحياناً يزيد الطين بلة، بعض المعبرين. الغريب أنه هناك معلومات الإنسان يتعجب كيف توصل إليها الناس. كنت أذكر للشيخ عصام قبل قليل أنه فيه كتاب اسمه نبوءات نوستروداموس، هذا مترجم للعربية، وهو يعني مطبوع بكثير من لغات العالم، وقرأت الكتاب. هذا الكتاب تحدث، وهو قديم جداً، عن نبوءات، تنبؤات، توقعات غريبة، وحصل الكثير منها. حتى الحادثة الشهيرة، حادثة السفينة التيتانيك التي غرقت في المحيط وكانت كارثة، وتم كتابة، تم تمثيلها في دراما. هناك رواية تحدثت عما يشبه التفاصيل لهذا الحادث قبل وقوعه بحوالي 150 سنة. كيف؟ هذا السؤال، هل هي رؤيا رآها أحد؟ هل هو خيال وتطابق مع الواقع؟ هل هو إلهام؟ الله أعلم. لكن هذا يحدث أحياناً، وهو يساق في مجال ولع الإنسان بالتساؤل عن أمور الغيب وأمور المستقبل بدلاً من مجرد الانتظار. أحياناً بعض الناس قد يلجؤون إلى وسائل محرمة مثل التكهن، مثل قراءة الكف، قراءة الفنجان، وهذا رأيتهم في تركيا، ناس من يعني الغجر، قبائل الغجر وغيرها، تمر فيقول لك أخبرك، وأحياناً يتبين أنهم يعني هم فقراء،
لو كانوا يعلمون الغيب لاستكثروا من الخير وما مسهم السوء. فهذا دليل على أنه فاقد الشيء لا يعطيه. كذلك عملية اللمح والتدبر هذه قد تحدث، الاستبصار لبعض الناس. الله سبحانه وتعالى قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين. التوسم والتلمح والاستبصار هو موهبة، وفي نظري إن هناك موهبة قلما يتم الحديث عنها، وهي الموهبة الروحية، مواهب روحية. هذه المواهب الروحية ليست كما يظن البعض أن هذا الإنسان تكشف له الغيوب والأستار ويعلم ما لم يعلم غيره، ولكن يكون عند الإنسان رهافة حس وحسن استقرار، وربما يقيض الله للصالحين ملائكة تسددهم وتوفقهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن يكون في أمتي محدثون فعمر، إن يكون في أمتي محدثون فعمر. وفي الحديث المروي اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. عمر بن الخطاب كان محدثاً، كان ملهماً، ولذلك يقولون قلما يقول عمر لشيء أظنه كذا إلا كان كما يظن. وكان عمر يدرك أشياء عجيبة، وذكر هذا في سيرته، منها أنه ذات مرة كان جالساً في أصحابه وشاهد شخص مقبل من بعيد معه طفل، فلما نظر إليه عمر من بعيد هز رأسه وقال عسى الغوير أبؤسا، هناك شيء ما، هناك بؤس، هناك خطأ. فلما أقبل الرجل بادره عمر بالسؤال ما هذا الغلام الطفل الذي معك رضيع؟ قال يا أمير المؤمنين هذا لقيط وجدته في الشارع وأخذته. كان عمر ما قبل الرواية هذه، فجاءه ناس العرفاء الذين يعرفون هذا الرجل وقالوا يا أمير المؤمنين إنه نحن نعرفه وهو رجل صالح إلى آخره، فصدق عمر ما قالوا وكذب ظنه. فهنا هذا الظن، ولذلك الله سبحانه لما قال اجتنبوا كثيرا من الظن ما قال اجتنبوا كل الظن، لأن من الظن ما يكون تحريا وتوسما وتوقعا للأحداث. اليوم علم التوقع أو فقه التوقع أصبح علما يدرس، ليس مجرد إلهام ولا نظريات ولا اعتماد على استقراء غير محدد أو ادعاء بلا دليل، وإنما أصبح هناك مراكز أبحاث في العالم، في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، وفي الدولة الصهيونية في إسرائيل، هناك مراكز أبحاث تسهر على جمع المعلومات، والمعلومات لهذا السبب أصبحت نفيسة. كل ما نكتبه نحن في الجوال أو الواتساب أو تويتر أو الفيسبوك أو نتصل أو نتكلم به كله تمتلكه شركات، ويتحول إلى قيمة شرائية يباع ويستفاد منه ويستثمر ويحلل ويدرس، وهذا ليس سراً، هذا أصبح شيئاً محدداً معروفاً. واحد بنى في سطح بيته غرفة بدون إذن البلدية أو الجهات المسؤولة، فجاءه صديق له وأراه في جوجل في الخريطة، وبدأ يكبر ويكبر ويكبر حتى وصل إلى بيته، وصل إلى بيته وأرى هذه الغرفة المبنية. فاليوم العالم يحتفل بالمعلومة ويحتفل بمركز البحث ويحتفل بالدراسة، وبناء على ذلك يعني يكون عندهم توقع. علينا ألا نبالغ حتى مع وجود هالمعلومات عندهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يخلف ظنهم، ولذلك قال الله سبحانه في محكم تنزيله قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هناك أحداث كثيرة وكبيرة وقعت ولم يكونوا يتوقعونها ولم يحسبوا لها حساب، ومن ذلك أحداث الربيع العربي التي صرحوا واعترفوا بأنهم لم يكونوا يتوقعونها ولا كانت ضمن حساباتهم وخططهم وظنونهم. ولكن بلا شك أيضاً أن هذه المعرفة وهذا العلم وهذا البحث مهم في عالمنا الإسلامي،
لا يكاد يوجد من ذلك شيء، وإن وجد فهو قليل جدا ولا يكون مبني على دراسات عميقة وصحيحة وشاملة، وإنما هي مجرد انطباعات وتخمين وظنون لا تغني من الحق شيئا، لأنها ليست مبنية على رؤية عميقة وصادقة. علما أنه سبحان الله لما تقرأ في القرآن الكريم تجد العجب، أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، تدبرت فوجدت أن هذه السورة يعني القرآن بدأ بفعل مستقبل وليس فعل ماضي ولا مضارع، معروف أن فعل الأمر يتعلق بالمستقبل فهو من أفعال المستقبل، فبدأ الله تعالى بالأمر بالقراءة، وهذه دعوة إلى العلم، دعوة إلى المعرفة، وهي أيضا لو تأملت لوجدت فيها إشارة إلى أن عصرك يا محمد ليس عصر المعجزات والخوارق والآيات التي كانت تنزل مع الأنبياء، وإنما هو عصر المعرفة وعصر العلم، والمجاهدة تكون بالعلم وتكون بالحجة وتكون بالبرهان وتكون بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم الله سبحانه وتعالى لما يقول الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يتحدث هنا عن الإنسان وبدايته ومراحل تكوينه وتعليمه، علم الإنسان ما لم يعلم، إشارة إلى أن هذا الإنسان سيكون له شأن أكبر في هذا الوقت بعد النبوة المحمدية، وهكذا كان، يعني لم تصل المعرفة البشرية والتواصل الكوني والإنتاج والإبداع والاختراع والعلم لم يصل في وقت منذ هبط آدم إلى الأرض والله أعلم إلى ما وصل إليه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت العلوم تكبر وتنضج وبدأ الإنسان يعتمد على هذه المعلومات. ثم قول الله سبحانه وتعالى في السورة نفسها كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، إشارة إلى عزة هذا الدين وأن المستقبل لهذا الدين، وأن الله توعد المكذبين والمعاندين والذين يحاربون الدين الذي ينهى عبدا إذا صلى إن الله تعالى سوف يكبتهم كما كبت الذين من قبلهم. فهناك رسالة واضحة جدا في هذه السورة الأولى والحروف الأولى من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث كثيرا عن المستقبل، وكتب العلماء وألفوا مثل ما ألف نعيم بن حماد، وكذلك البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهم من أهل العلم عندهم كتاب يسمونه كتاب الفتن والملاحم. هذا الكتاب يتحدث عما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مما يقع بعد موته، مثل لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان كبيرتان من المسلمين دعواهما واحدة، وهذا وقع في قتال المسلمين بعضهم وبعض، وكذلك قول النبي عليه السلام عن الحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين كبيرتين أو عظيمتين من المسلمين، وهكذا وقع. وهلم جرى مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مجال السياسة، في مجال حتى في مجال الحياة الاجتماعية، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، وذكر رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهذا إشارة إلى عملية الظلم والاستبداد والتعذيب الذي نشاهده اليوم في بلاد المسلمين على وجه الخصوص أكثر مما نشاهده في أي مكان آخر في العالم. ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، وهذا إشارة إلى أيضا ما نشهده اليوم في بيوت الأزياء وعمليات الاستعراض في المحافل والملاهي والقنوات الفضائية وغيرها، مما يعني يحاول فيه الغرب ودهاقنة الرأسمالية إلى تحويل المرأة إلى شيء، إلى سلعة للبيع للشراء للتسويق للترويج. فإضافة إلى أحاديث لم نرها حتى الآن، فستجد في البخاري ومسلم والكتب التي ذكرت أحاديث كثيرة قد يحاول بعض الناس تنزيلها على حال معينة، وهذا من أخطر ما يكون التعاطي مع أحاديث الفتن. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه
الشام وأنكم تصالحون الروم صلحاً آمناً وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم فتغنمون وتسلمون، فيقول يقوم رجل من أهل الصليب ويقول غلب الصليب إلى آخره، وذكر فيه الغوطة وذكر فيه دمشق وذكر فيه أشياء. فبعض الناس يستعجلون هذا الخبر النبوي عملياً، كأنهم يستدعونه من خلال أعمال وتصرفات ومبادرات ما أدر الله بها، لأن هذه الأحاديث لم نتعبد بها، وإنما هي من الغيب الذي إذا وقع ورأيناه قلنا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما يزيد المؤمنين إلا إيماناً وتسليماً. لكن لم يأمرنا الله أننا نستدعي هذه الأوضاع أو نحاول أن نستعجلها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، لا تستعجل هذه الأشياء، هذا أمر إلهي رباني ليس تعبدياً للبشر، هذا نمط من الاستعجال. النمط الآخر من الاستعجال هو أن بعض طلبة العلم يتعاطون مثل هذه الأحاديث ويتسرعون في تنزيلها على أوضاع معينة. وعلى سبيل المثال، يعني في زمن الإمام ابن كثير وابن الأثير، المؤرخون ذكروا حالات معينة، وعلماء في وقتهم وقبل وقتهم كانوا إذا جاءت واقعة مثل واقعة التتر المغول أو أزمة من الأزمات نزلوا بعض الأحاديث عليها وقالوا هذا خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تذهب ويتبين أن الأمر ليس كذلك. وليس غريباً أن نجد مثلاً الحديث الوارد في المهدي، يعني كم من الدعوات من المهدي بن تومرت إلى مهدي مكة أو متمهدي، وكنا نذكرها آنذاك، كنا شباباً حدثاء، فنسمع أصدقاءنا الذين كانوا معنا في الدرس كل واحد منهم ينقطع عنا، أين ذهب فلان؟ قالوا ذهب مع الجماعة من أهل الحديث. ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء شباب عندهم علم ويقرؤون في السنة وإلى آخره. بعد فترة بدأت تتوارد عليهم رؤى بظهور المهدي، يأتي واحد من القصيم وآخر من الكويت وثالث من الرياض ورابع من مصر. سبحان الله، الفتنة أحياناً يعني يقيض لها، وكلهم يقولون رأينا المهدي رأينا المهدي، ثم أخرجوا من بينهم شاباً وتبعوه، وحدث ما حدث من انتهاك حرمة البيت الحرام. ثم لما حدث هذا وجدنا من يطبق الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ عائد بالبيت ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم يطبقون هذا الحديث على ما وقع وعلى ما جرى. فالتعاطي مع أحاديث الفتن هو نوع من العلم الخاص الذي لا يتقنه كل أحد، ولا يجوز فيه التسرع والمبادرة، وإنما ينبغي أن يكون فيه تأني وألا يقف الإنسان عنده كثيراً، لأن هذا ليس مما تعبدنا به إلا إذا وقع ورؤي رأياً لا لبس فيه وصار فيه نوع من الحجة على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق نبوته، ويكون فيه للمؤمن استرشاد أنه يتجنب مواطن الفتن ولا ينغمس فيها. يظل أن هذه الأحاديث والآيات الكريمة الواردة هي دعوة، هي إلهام لنا أنه علينا أن نتقن فن النظر في المستقبل، ليس من خلال التخمين المحض والانطباع العفوي، ولا من خلال التمني، لأن بعض الناس أيضاً يحولون أمنياتهم وأحلامهم إلى مستقبل سيحدث كذا وسيحدث كذا، وليس عندهم معلومات موثقة ولا خبرة ولا رؤية. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والأماني التي تغر أصحابها. النقطة الثانية أنه النظر للمستقبل ليس تطلعاً محضاً، بمعنى أنه ليس مجرد كأنه لعبة يحاولها الإنسان، لا، النظر للمستقبل عند المؤمن مقرون بالاسترواح، انتظار الفرج عند الله، وانتظار الفرج عبادة. ولذلك في الأزمات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال لهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟
فيحدثه أحد منهم فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كون النبي عليه السلام يفسر الرؤيا، الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا فسرها الصادق المصدوق أصبحت حقا لا ريب فيه وأصبحت وحيا. وكذلك النبي عليه السلام نفسه كان يرى رؤى وينزل عليه الوحي، ومن ذلك لما نام عند أم حرام ثم استيقظ مبتسما يضحك، فقالت له: ما يضحك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: رجال من أمتي رآهم، يعني في منامه، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم رأى مثل ذلك عليه الصلاة والسلام. فهنا تلاحظ أن القصة مرتبطة بفرج لهذه الأمة لهذا الدين، بزوال هم أو غم أو كرب، مرتبطة بحلم جميل، والحلم جزء من المستقبل. شريطة ألا تحرق هذا الحلم بتصرف أرعن. الحلم اللي ما يحلم مو بإنسان. آدم في الجنة أعطاه الله غريزة الحلم، ولذلك الشيطان أغراه بأن يقول: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحلامه أن يقول: وددنا أن رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. إلى قوله عليه السلام: للصابر منهم على دينه أجر 50. قالوا: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. شوف كيف جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين البشارة ببقاء هذه الأمة، وأنه جيل بعد جيل ورعيل بعد رعيل، وفي نفس الوقت تحدث عن المعاناة وكيف أن هؤلاء صابرون، فالواحد منهم يلقى العنت ويكون مثل القابض على الجمر. وكذلك في القرآن الكريم لما الله سبحانه وتعالى يلهم رسوله عليه السلام أن يقول لخصومه وأعدائه: فتربصوا إنا معكم متربصون، فتربصوا إني معكم من المتربصين، انتظروا فإني من المنتظرين. وكذلك لما يقول سبحانه بعدما سرد قصص الأنبياء في سورة صاد: ولتعلمن نبأه بعد حين. شوف وقع الكلام هذا قبل ما يحدث شيء، سورة مكية نزلت والنبي عليه السلام مشرد مطارد وأصحابه، ولكنهم ثابتون مؤمنون، فهو يوعدهم في المستقبل: ولتعلمن نبأه بعد حين. وكذلك في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فيسر بين عسرين تفكر فيهما تفرح. هذه المعاني ترفع عن المسلم والمؤمن حالة الإحباط واليأس والقنوط والاكتئاب. بعض الناس يتحدث في خطبة أو جلسة، أو حتى لو لم يتحدث في قلبه يحدث نفسه أنه حيثما التفت وجدت دماً مراقاً واعتداءً على الطفولة وعلى الأنوثة وعلى الحرية وعلى العدل وظلماً، وأحياناً يكون باسم الحرية وباسم العدل وباسم الإسلام، وتجد هذا في بلاد الإسلام اليوم خاصة. فمثل هذه الرشحات والمعاني تعدل مزاج الإنسان، تجعله يحس بأن الأمر لله، قل إن الأمر كله لله، وإنما المطلوب منك أن تعمل، لأن النظر للمستقبل ليس مجرد
أن يكبر الإنسان وسادته ويبدأ يضرب يميناً وشمالاً بالتوقعات. لا، النظر للمستقبل فيه معنى العمل للمستقبل، فيه معنى صناعة المستقبل، فيه معنى على الأقل المشاركة في صناعته. النقطة الثالثة إنه الذي يقرأ في التاريخ ولو قل أو يفكر يلاحظ إنه المستقبل عادة ليس انفصالا عن الحاضر، وليس خطا جديدا مختلفا، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يكون عنده أحيانا تصور لمفاجآت خارقة مذهلة. لا، المستقبل هو نتاج الحاضر، قد يكون أفضل منه وقد يكون أقل بحسب جهد الناس، ولكن من أكبر الخطأ أن تتصور أن المستقبل هو قفزة ونقلة ليست محسوبة، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وأسباب المستقبل موجودة في الحاضر. فلذلك سبحان الله، يعني لما تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي الخاتم، جبريل يتنزل عليه، القرآن الكريم هو كتابه، آمن به من آمن ودانت له جزيرة العرب. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة من البعثة، ما الذي حدث؟ ارتدت قبائل العرب وخاف أهل المدينة العاصمة، ودخلهم ما دخلهم، حتى جاء عمر بن الخطاب الرجل القوي الصلب الشديد إلى أبي بكر الصديق الخليفة، وقال له: يا أبا بكر، ما في داعي نقاتل الناس كلهم وقد تألبت علينا قبائل العرب، دعنا نقاتل الذين ارتدوا عن الإسلام، أما الذين رفضوا دفع الزكاة نؤجلهم، نعطيهم فرصة. فقال له أبو بكر الذي يرى بنور الله، وهنا انعكست الآية، عمر الشديد القوي كان رأيه ضعيفا، أبو بكر اللين الصديق الهادي صاحب التأليف، تأليف القلوب والنفوس، كان رأيه صلبا حاسما. يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتهم به، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هنا تلحظ والشاهد في هذه القصة والسياق أنه الحمد لله رجعت جزيرة العرب، استقر الأمر للإسلام، ولكن هذا يوحي بأن ما نعبر عنه أحياناً بالدولة العميقة أو الثورة المضادة ما هو شيء جديد، مو وليد اليوم. حتى ترى إبليس نفسه ترى هو جزء من الثورة المضادة، ترى جزء من الدولة العميقة. كيف؟ لأن إبليس وجماعته كانوا يعيشون على الأرض، فلما أراد الله خلق هذا الخليفة الجديد اللي هو أبونا آدم من غرب السودان يا شيخ، نقص ذلك بعد ذلك. فلما خلق الله تعالى آدم انزعج إبليس وجماعته، لأنهم شعروا أن هناك تكريم، وخاصة الملائكة أيضا لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني مثل السابقين اللي هم جماعة إبليس الذين كانوا على الأرض ويعيشون عليها، فأفسدوا وسفكوا الدماء. فالله تعالى قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وأمر الملائكة بالسجود لآدم. ومن هنا بدأ الحسد والغيظ والحقد من الشيطان. هذه الدولة العميقة، ولهذا تعهد: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فندرك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث، استقرت الأمور، ولكن ينبغي أن ندرك أن المستقبل، يعني نحن كشباب، أنا والشيخ شباب فويق الأربعين، كنا ولا زلنا. واحد أسأله اليوم أحد الأصدقاء، أقوله: كيف الوالد؟ قال: والله الوالد طيب، وهو يعني تمضي عليها الأيام والليالي. قلت: هو كذلك ما دام حي يكبر، يقول طبيعي، يعني هو إما يكبر أو يموت، يعني فأيهما تختار؟ ف
يعني لما كنا شباب نتكلم عن تاريخ الإسلام ومجد الإسلام وإلى آخره، وعندنا تخيل ما أدري كيف سيكون، إنه يعني ستكون الأمور المقبلة أفضل بكثير من الواقع، والناس كلها بررة أتقياء صلحاء، والعالم كله يضج بالتسبيح، والمساجد في كل مكان في العالم، والأمم كلها دانت. من أين لنا هذا التصور يا أخي؟ هذه سنة الله في العباد، الصراع بين الخير والشر. النبي عليه السلام لما قال لأصحابه، وهذا جزء من أيضاً الحديث عن المستقبل، لما يقول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، هذا المشهد، مشهد النبي عليه السلام متوسد بردة في ظل الكعبة نايم، هذا يحيلك بالسكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. من دون أن يكون عندك سكينة لا تستطيع أن تقرأ المستقبل جيداً، بل ولا تستطيع أن تعمل جيداً ولا أن تعيش جيداً. أنت لن تغير الكون ولن تغير القدر، وإنما عليك أن تعمل وتعمل بهدوء وسكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسد بردة في ظل الكعبة نايم، وهذا لا يعني تضيع الرعية ولا يعني عدم الاهتمام، لكن هو درس، يعطينا درس. أنت لما تحبط مشاريعك، وقف دراستك وتجارتك وعملك بناء على أنه الأوضاع والأوضاع والأوضاع، ما صنعت شيئاً، إنما زدت الطين بلة. وإذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. فقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس عليه الصلاة والسلام، هم قالوا شيئا، فقد طلبوا منه الدعاء. لكن النبي عليه السلام أدرك أن وراء هذا الطلب قلوب أمضها الألم واستطال عليها البلاء، ويعني تباطأت فرج الله ونصر الله، ولذلك أعطاهم الدرس. إن من كان قبلكم يؤخذ الرجل منهم فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ويحفر له في الأرض فيوضع فيها ويمزق ما دون لحمه وعظمه من عصب لا يصده ذلك عن دينه. أعطاهم لفتة للماضي، وهذا درس في الصبر والثبات. ثم انتقل بهم فوراً إلى المستقبل، ما يركز على الحاضر، الحاضر قد يكون مرير لكنه في الحديث لم يشر إليه قط إلا بإشارة عابرة سأذكرها. انتقل بهم إلى المستقبل فقال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، عمق الجزيرة العربية اللي كانت مليئة بالوحوش والسباع واللصوص وقطاع الطرق، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولا أفهم من هذا الحديث الإشارة للأمن فحسب، هي إشارة للأمن لكن إشارة للحرية، إن الإنسان لا يخاف من الإنسان الذي مثله إنما يخاف الله سبحانه وبحمده، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم ختم صلى الله عليه وسلم بقوله ولكنكم تستعجلون، هذا الإشارة للحاضر، إنه هذه مشكلتكم، الاستعجال، استعجالكم في قراءة المستقبل أو استعجالكم في مجيء المستقبل، وما نؤخره إلا لأجل معدود. سبحان الله، في قصة موسى سورة القصص الله تعالى قال إن فرعون أعلى في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد هذا الواقع لنا. الشيء الثاني الإرادة الإلهية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا المستقبل يخبر الله به، وهذه القصة قرأها على المنبر مصعب بن الزبير في العراق، فالله بيّن إرادته سبحانه. طيب، ثم قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. شوف كيف انتقال من قضية ضخمة كبرى، تحول في موازين القوى إلى قصة
تبدو صغيرة وعادية جدا، امرأة ترضع طفلها ما في الأمر، فإذا خفت عليه الآن خوف، ما قال ضعيف في أقصى مكان من البيت، ولا قال وديه للجيران، فألقيه في اليم والبحر غدار، البحر هو الخوف نفسه. مع ذلك الله سبحانه وتعالى قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب ما الذي حدث بعد المداولات والقصة الطويلة؟ خرج موسى وبنو إسرائيل من مصر، وأغرق الله فرعون وأغرق الله جنده، سقطت الدولة الفرعونية لبعض الوقت أكيد، ومن بقي من بني إسرائيل نهبوا اللي في القصور والمخازن إلى آخره، لكن بعد ذلك رجعت دولة الفراعنة إلى مصر وحكموا أزمنة متطاولة بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وكان حكم بني إسرائيل في الشام، في الأردن والشام وفلسطين، الأرض المقدسة التي هي بيت المقدس، التي قال الله لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ما دخلوها، نكلوا، ومات موسى لعله لم يدخلها، وإنما دخلوها بعد ذلك بواسطة القائد الجديد والنبي يوشع بن نون الذي هو فتى موسى، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. فهنا تلاحظ التحولات، ما هو دائما تحولات جذرية وضخمة ولا تقلب الموازين، ولكن المؤمن يفرح بكل تحول إيجابي، الوضع في هذا البلد أفضل الحمد لله، لا تتوقع أن الأمور انقلبت رأساً على عقب والناس خلعوا ثوب ولبسوا ثوباً جديداً أو تركوا طريقاً وسلكوا طريقاً آخر مختلفاً، لا، عود نفسك أنك تستمتع وتفرح وتسر بالإيجابيات ولو كانت أقل من طموحك وأقل من توقعك وأقل من ظنك، حتى لا يغلب عليك الاكتئاب. مرة من المرات أحد الشباب كنا في مجلس قال والله أنا شفت رؤيا، وجاب رؤيا، فأحد الحاضرين تبرع وفسر له هذا الرؤيا، هذه رؤياك حق، الرؤيا هذه سقوط أمريكا. قلت له يا حبيبي أمريكا ما هي بطائرة تسقط بلحظة، أمريكا يعني 50 دولة وتاريخ عريق وقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية، تبدأ فيها عوامل الضعف وعوامل التخلخل والتحلل والتراجع، وتقوى دول أمريكا تنسحب من العالم الذي تتدخل فيه وتنكفئ على نفسها، وهكذا بريطانيا الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس كانت تستعمر مصر والهند والشرق والغرب، انسحبت وظلت بريطانيا دولة قوية لها تأثير في السياسة العالمية ومطبخ سياسي غير عادي ولها نفوذ. فلا ينبغي أن يعني تكون تمنياتنا، والتمنيات اللي أحياناً قد يكون فيها بعض البساطة، لأنه حتى لو سقطت أمريكا ما هو البديل؟ القصة أنت جاهز، عندك استعداد وجاهزية وما شاء الله قوة، لو كان عندك قوة ما يضرك وجود أمريكا، ممكن يعني تستفيد من وجودها، لكن لأنك ضعيف كل أحد يتغلب عليك حتى لو كان قوة محلية. اليوم في سوريا على سبيل المثال الناس صاروا يترحمون على أمريكا بعد تدخل السوفيت الروس آسف، يعني بعض الشر أهون من بعض. فلذلك المهم هو وجود قوة عندنا، وجود استعداد نفسي أخلاقي تربوي. هل نحن أفلحنا في إدارة الخلاف فيما بيننا؟ الآن مثلاً كبريات المدن فيها ملايين السيارات والبشر، تأتي في الصباح وكلهم منطلقون إلى العمل، فتجد أنفاق وكباري وجسور ومنعطفات ودوارات وترتيبات معينة، الحركة ماشية من أحسن ما يكون وكل في طريقه. هكذا الخلاف، لا يلزم أن يكون الخلاف أن أقف في وجهك أو تقف في وجهي أو أمر أنا أو تمر أنت، يمكن أن نصنع للخلاف جسوراً وأنفاقاً ومعابر وطرقاً متوازية تجعل كل واحد منا يمضي في سبيله، لكن لم نفلح نحن في هذا حتى الآن. النقطة الرابعة، المستقبل ليس سياسياً فحسب، كثير من الناس إذا سألوا عن المستقبل ماذا تتوقع للدولة الفلانية أو للمستقبل، فالغالب أنهم يقصدون السياسة ما الذي سيحدث، لا،
المستقبل ليس سياسيا بحتا، وحتى السياسة ليست أوراقا في يد شخص أو إدارة، لا، السياسة تتأثر بالمال، تتأثر برجال الأعمال، تتأثر بالشعوب والجماهير، تتأثر بالإعلام، تتأثر بالمحيط، تتأثر بالظروف. ولذلك يعني ينبغي أن نراعي قضية الفكر في المستقبل، ما هو الفكر الذي نستطيع أن نحفظ به شبابنا من لوثات الإلحاد والمادية والانسلاخ من الهوية؟ ما هو الفكر الذي نستطيع أن نحفظ به شبابنا من الانجراف وراء شعارات الخلافة الوهمية التي تعتمد على القتل وعلى الاستبداد في سبيل ترسيخ دعائمها؟ وهذا أول إخفاق. الخلافة ليست ظلماً ولا أخذاً للناس بالقوة، والخليفة الأول كان يقول للناس على المنبر: أنا وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. والخليفة الثاني الثالث اختارهم الناس، الرجال والنساء، الكبار والصغار، حتى كانوا يسألون العذراء في خدرها. فينبغي أن نراعي قضية صناعة الفكر، صناعة السلوك في ظل سيطرة وسطوة الشبكات الإعلامية والإعلام. أتينا السودان فوجدنا بلد طيب، أجمل ما فيها البساطة، العفوية، العلاقات الاجتماعية، زواج، عزاء، صلة، تعارف في الشارع، في الجامعة، في المسجد، في البيت. هذه الروح الاجتماعية، هذا الجمال، هذا البساطة، هذا العفوية، هي نعمة. كيف تستطيعون أن تحافظوا عليها في ظل هجمة الإعلام، في ظل الشبكات الاجتماعية الجديدة والانشغالات المختلفة، في ظل التحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية؟ قضية السكن، البناء إلى آخره. خذ هذا المثال، السيارة كمنتج، كيف كان أثرها على كل شيء في حياتنا، في بناء المدن، توسعة الشوارع، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في العمرة، في كل أعمالنا. السيارة أحدثت تأثيراً هائلاً ضخماً في حياتنا الإسلامية والإنسانية، لم تحدثه أعظم حرب في التاريخ. ينبغي أن نقرأ مثل هذه الأشياء. الأجهزة الذكية اليوم كل إنسان معه آيفون، العالم كله مختصر هنا، فيه البيع والشراء والعلاقة والتعاطي والأمر والنهي والتأثير والتأثر والتلقي والإرسال والتواصل، فيه يعني إمكانيات غير عادية. هذا أيضاً تأثيره على نفسيات الناس، على تدينهم، على علاقتهم، هو جزء من قراءة المستقبل. النقطة الخامسة قضية التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا التغيير ليس مجرد حلم، وإنما هو فعل يبدأ من النفس. أنت جاهز في داخلك؟ هل أنت صافي القلب؟ هل أنت سليم من الإحقاد والحسزات والبغضاء؟ إذا كان الإنسان يفرح بعثرة أخيه المسلم إن عثر، فكيف الله سبحانه وتعالى يفرحه بعثرة الأعداء؟ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم، أن يرى الله منا صفاء القلوب. فالتغيير يبدأ من النفس، وهذه هي القوة، قوة الأخلاق. الله قد يرزق الإنسان المال فيتغير. أنا أعرف أناس طيبين لما أغناهم الله تغيروا وابتعدوا، وآخرون على العكس، ربما الواحد منهم يمرض فييأس. فأن يكون الإنسان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد. وفي كل حال يكون عند الإنسان قوة نفسية، قوة أخلاقية، قوة علمية، قوة إيمانية. هذا شيء كبير، هو التغيير، هذه القوة. وهنا نكون عصيين على هاجس المؤامرة، لأنه دائما نحن نلقي التبع والتهمة على خصومنا: هم الذين
جعلونا متخلفين ومتفرقين. هم استغلوا، عدوك استغل مشكلات موجودة عندك. نعم، والشيطان شخصياً يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولذلك ينبغي أن ندرك أهمية التغيير الفردي والاجتماعي، وأن التغيير أنواع. هناك تغيير قسري، يعني يتم شئنا أم أبينا، وهناك تغيير اختياري. الأجمل هو التغيير الاختياري الذي نختاره نحن لأننا نتحكم فيه ونحدد وجهته. وهناك تغيير سريع بين يوم وليلة، وهذا التغيير عادة لا يستمر. بينما هناك تغيير متدرج، كما يقولون بطيء ولكنه أكيد المفعول. النقطة السادسة: اليأس والقنوط لا يصنع شيئاً. الله سبحانه وتعالى يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن بالله لا ييأس، لأنه يدري أن الفرج من الله وأن التغيير بيد الله. ويجب أن تدرك أن أعداءك وخصومك اللي تراهم ينتصرون اليوم، لو يأسوا ما وصلوا. الصهاينة اجتمعوا في بازل، وكان رئيسهم هرتزل رئيس المؤتمر القومي الصهيوني، وقالوا أن دولة إسرائيل تقوم بعد 50 سنة، وقامت. كانوا شذاذا كما قال الله: وقطعناهم في الأرض أمما، ومضطهدين وتعرضوا لحالات كثيرة من القتل والتجويع والحرب وغيرها، ومع ذلك صبروا. في الأخير حققوا حلمهم. وهكذا كل المشاريع الموجودة اليوم، دعونا ننظر إلى المشروع الصفوي. هذا المشروع كان حلماً عند أصحابه على مدى 1000 سنة، يقوم مرة ويخفق. الآن نرى هذا المشروع يتترس بالقوة بالسلاح النووي إلى غير ذلك. واقع المسلمين اليوم بدون شك أنه واقع بئيس. إذا تلفت الإنسان رأى ما يجري في سوريا، مجازر خلف مجازر، عدوان، أكثر يعني عشرات الملايين، أكثر من نصف الشعب السوري خارج سوريا، ما بين قتيل وما بين شريد وما بين طريد، وأمم الأرض كلها زحمة. هناك زحمة في الفضاء الروسي، في الفضاء السوري زحمة شديدة. من هو الشرطي الذي يقوم بتنظيم الأدوار؟ هذا هو السؤال. في العراق مثل ذلك، انهيار كامل لبناء الدولة والمجتمع. في ليبيا صراع، في اليمن أيضا حرب واختطاف للدولة، وفي بقية بلاد الإسلام ربما أحوال أفضل، ولكن ما زالت تئن تحت وطأة حالات من الضعف أو التخوف من المستقبل. والكثيرون يسألون عن الحل، الحل عند الله سبحانه، ولكن علينا أن نكون متفائلين بأن الأمور إلى أفضل، وأننا إن كنا وصلنا إلى القاع فما بعد القاع إلا بداية الصعود. نحن، وهذه النقطة السابعة، نحن والأخيرة، نحن نسير نحو الأفضل بحول الله. وأعتقد بإذن الله أن الأمور في العالم الإسلامي ستكون أفضل، ولكن علينا ألا نعجل، ولكنكم تستعجلون. لو مدينا في العمر 15 سنة إلى عام 1450 هجري على سبيل المثال، بدلاً من أن نصبح كل يوم الصباح نسمع الأخبار ونحن نتوقع أنه في تحولات وتغيرات نتمناها، أعطي فرصة 15 سنة وتخيل أن بلاد الإسلام أصبحت أكثر استقراراً وهدوءاً. هذه البلاد وعدت أنها لا تستطيع أن تحافظ على أمنها واستقرارها حتى تمنح شعوبها حقوق، الحقوق والعدالة، أو قدراً معقولاً من العدالة، الشراكة في الرأي والقرار والموقف. نتيجة لذلك سيكون هناك عملية التنمية والبناء، تحسن اقتصادي، وبلاد الإسلام فيها خير كثير. في السودان المياه، وكما يسمى الحوض النوبي الذي يقال إنه يحتوي على 10% من مخزون العالم من الماء، وفي بلاد أخرى النفط، وفي بلاد أخرى ألوان من الخيرات، إضافة إلى المواقع الاستراتيجية في عالمنا الإسلامي.
نحن نرى بوادر إيجابية اليوم، نرى تركيا والسعودية وقطر والسودان وبعض بلاد الإسلام الأخرى في تقارب جيد بينها. بمقدورنا أن نحلم، والحلم جميل كما ذكرت، أن نحلم أن العالم السني بدأ يستفيق، بدأ يحس بأنه بحاجة إلى مشروع لا يستطيع أن يواجه المشاريع المجاورة والمضادة، سواء كان صهيونياً أو صفوياً أو ما شاء الله، إلا بمشروع متكامل عنده قدرة على احتواء الناس وعلى التواصل معهم وعلى تفعيل جوانب الشراكة وعلى القبول بالاختلاف وعلى تفعيل دور الشعوب ودور الشباب وعلى التنمية وعلى حفظ الحقوق. توقعوا أن هذا سيحدث بإذن الله، ولا تعلمون نبأه بعد حين. نتيجة لهذا سوف تتناقص الهجرة، الشباب الذين يهاجرون إلى أوروبا طمعاً في الحياة الكريمة وغيره سيجدون بلادهم أفضل لهم وخيراً لهم، والعالم سوف يسعد بذلك أيضاً. سوف نجد أن هناك انحساراً للعنف والتطرف الذي يعصف بالعالم الإسلامي، ولعله من أخطر التحديات اليوم. أطرح سؤالاً في نهاية هذه القصة، وهو لماذا انفجر العنف مجدداً في عالمنا العربي؟ وأذكر لكم هذه الطرفة. قبل 5 سنوات كنت في جنوب أفريقيا، قضيت فيها بضعة شهور، وأحد الشباب كان يصحبني في ممشى في الليل، فذات مرة سألني قال لي: يا أخي أبو عبد الله وش أخباره؟ قلت له: من أبو عبد الله؟ قال: أسامة بن لادن. قلت له: مات. فحملق به وقال: غريبة، متى؟ قلت له: لا أنا أقصد، لا أقصد أنه مات، يعني انتقل للدار الآخرة، لكن المهمة التي كانت القاعدة تتحدث عنها، التغيير بواسطة القوة، لم يعد لها تأثير في ظل الربيع العربي الذي بدأت الشعوب تمارس فيه تغييراً من دون سفك دم. تونس مثلاً تغيرت بواسطة ناس في الشارع طالبوا بحقوقهم واستطاعوا تغيير بلدهم نحو الأفضل، فهدأت نفسه. النكتة ليست هنا. بكرة من الغد وقع اغتيال أسامة بن لادن. فالمقصود أنه يعني تنظيم القاعدة لم يعد يذكر في وسائل الإعلام بعد الربيع العربي، لم يعد يذكر لأنه تراجع في الميدان، ولأنه حاول أن يقول إن ما حدث يسعده وأنه يعني ليس بحاجة إلى أكثر من هذا. كان هناك محاولة، يعني هم قد يعبرون عنها بأنها محاولة تصحيحية. طيب، ما الذي جعل العنف يعود أشد وأعنف وأقسى مما كان؟ العاقل لابد أن يدرك بوضوح أننا نتحدث عن شيئين. الأمر الأول أسباب خاصة، قد يكون هذا الشخص الذي اتجه إلى هذا الطريق عنده معاناة نفسية أو أسرية أو فكرية أو تعرض لتأثير أو تغيير قناعة إلى آخره. هذا نمط استعجال النصر، يعتقد أن القصة خذري جيتك بين عشية وضحاها، نقص التجربة، فقد الثقة بالعلماء، بالمرشدين، بالدعاة، بالمصلحين، هذه كلها حقائق يجب أن نتحدث عنها. ولكن من أكبر الخطأ أن نتحدث عن انفجار العنف ونغمض عيوننا عن البيئة التي صنعت هذا العنف، وهي الثورة المضادة، الدولة العميقة، الانقضاض على التجربة المدنية التي هي محاولة للناس، للشعوب، لاسترداد صوتها. آمن الناس فترة بما يسمى بصناديق الاقتراع، وبذلك لم يعد للعنف صوت. ثم وقع الاعتداء، فبدأ الناس يفكرون بصناديق الذخيرة. هذه بيئة معينة، هذا لا يبرر ما يحدث ولا يسوغه،
فالخطأ خطأ، الجريمة جريمة، وهذا الطريق الذي يسلكه أصحاب العنف لا يؤدي قطعاً إلى ما يتمنون ويريدون، إن كانوا يتمنون ويريدون، ولكنه يجعل سمعة الإسلام في الحضيض، ويجعل الاعتداء على المسلمين كما تلاحظون في فرنسا وفي أمريكا أيضاً. الفوبيا الإسلام، ربما سمعتم كلام مرشح الرئاسة الأمريكي ترامب الذي يطالب بمنع المسلمين من دخول أمريكا إلى هذا الحد. هذا أكيد يغازل مجموعات يمينية متطرفة، هي ربما تكون وجها آخر لداعش، لأن التطرف ليس له لون ولا مذهب ولا دين، التطرف موجود في كل ملة، والمتطرفون بعضهم أولياء بعض. إنما يجب أن نقول للصواب صواب، ونقول للخطأ خطأ، وأن نفلح في استيعاب أبنائنا وبناتنا وشبابنا، وتهيئة الفرص لهم، والحوار معهم، تطويل النفس، والسعي قدر المستطاع لاستيعابهم وحفظهم أن يذهبوا ضحية لحروب بالوكالة، أو حروب تضرهم وتضر الإسلام وتضر المسلمين، ولا تؤتي أكلها. وجماعات ربما تكون مخترقة وموظفة وموجهة، أو هي في كثير من الأحيان كما يقال براند نيم، يعني هي عبارة عن شركة يوظفها أي أحد، وبإمكان أي شخص أن يقوم بعمل في أي مكان ويدعي أنه ينتمي للجماعة الفلانية. أصبح هناك يعني نشر وتسويق لهذه الأفكار، فلا شك أن هذه إحدى التحديات أمام مستقبل الأمة. وما لم يكن هناك مشروع واضح لاحق يستوعب أهل السنة ويعمل على مصالحهم، فسيظل الناس أشتاتا متفرقين. طولت عليكم، وجزاكم الله خير على صبركم، وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم.